حياك، تشرف فيكم. شلون الاجواء؟ والله اجواء حلوه صراحه، بوجود يعني منتخب العراق ومنتخب الاردن ومنتخب السعوديه ومنتخب قطر ومنتخب الاردن ومنتخب سلطنه عمان، وان شاء الله الكاس يكون خليجي او عربي. ما يروح لليابان. خليجي بين منو ومنو؟ والله اتمنى انا كسعودي يكون سعودي، ما حصل قطري، ما حصل عراقي، ما حصل اردني، ما حصل عماني. شلون نشوف يعني اداء المنتخب العراقي؟ والله نعتقد انه دائما هم فريق صعب، ودائما هم دائما ابطال، وان شاء الله انهم يلخبطون الكمبيوتر الياباني. شكرا جزيلا.